قال رئيس جامعة قناة السويس ممدوح غراب إن مستشفى الجامعة استقبل 40 مصابا وحالتي وفاة، وأكد أن حالة المصابين مستقرة ومطمئنة. هو تم استقبال في حدود 40 فرد والأمور بتاعتهم مستقرة، وصل حالتين وفاة وفي حالة توفت مساء. تم إجراء حوالي 20 عملية من امبارح، تم فتح 12 غرفة عمليات وباقي الحالات الحمد لله مستقرة. بعض الحالات تم تحويلها للعناية المركزة، حوالي 6 حالات، إنما نقدر نطمن حضراتكم إن الأمور مستقرة، وإن شاء الله بعتقد إن معظم الحالات هيعدوا منها.